مختبر الابتكار الشبابي هو المرحلة الثانية من المبادرة عندنا. المبادرة مرت على برنامجين، البرنامج الأول كان في شهر 5 عملنا ورشة للعصف الذهني، كانت فيها مجموعة من الشباب والشابات والشركاء اللي هم أصحاب مثل ما نقول القرار الموجودين في الدولة. تم من خلالها خلينا نقول استدراج أكبر عدد من الأفكار الشبابية اللي ممكن تتحول إلى مشاريع. لا الحمد وصلنا إلى عدد كبير من المشاريع. بعد انتهاء الورشة عملنا نوع من الفلترة أو نوع من التفنيد لهذه الأفكار، جنبي 10 أفكار عرضناها في استبيان. كان الاستبيان عبارة عن سؤال واحد، لو أنت كشاب إماراتي أو كشابة إماراتية شو أهم 5 مشاريع ممكن تفيدك أنت في دولة الإمارات أو تفيدك في دولة الإمارات. طلعنا بخمس مشاريع. كانت الفكرة من المختبر أن نوزعهم على جروبات ومجاميع يضعون من خلاله إطار تنفيذي للمشاريع الموجودة حتى نرفعها للمسؤولين اللي ترى النور خلال السنوات القادمة. كم أعمار المشاركين في هذا المختبر؟ كان أعمارهم تقريبا من سنة 18 إلى سنة 35، استهدفنا فيها الفئة الجامعية والموظفين فيها. جميل. وكم عدد الشباب تقريبا اللي شاركوا؟ الشباب يعني والشابات تقريبا كانوا في حدود 41 إلى 45 إذا ما خاني التعبير العدد. وزعناهم تقريبا على 5 مشاريع لخمس مجاميع موجودة. شو الخمس مشاريع هذه؟ كانت المدينة الشبابية، المنصة الإبداعية، أكاديمية التنشيط الشبابي، مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومركز للإبداع والابتكار. جميل. خاص للشباب. كان هذا الفكرة. نحن ما أعطينا أي تعريف لأي فكرة موجودة. المختبر أتى من تعريف للفكرة، الفئة المستهدفة، وين راح تقام هذه المبادرة أو هذا المشروع، متى راح تقام. يعني خليناهم الشباب منهم وفيهم كل واحد يدلي بدلوه في هذا المختبر، يشوفون شو المناسب لهم، شو اللي يبون. عليك نور. بهذا كان على يوم واحد؟ على يوم واحد. طيب.